اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، كل الناس اللي تسمع فينا وتابع فينا على الباج فيسبوك نتاعنا الحيدة. فما احنا مازلنا مواصلين في موكبه مستمره للحدث الطبي اللي ينعقد اليوم في ولايه المنستير، اللي هو الايام العلميه الرابعه للمعالجه بالنباتات الطبيه اللي ينقل في الامراض النفسيه والامراض العصبيه. ذاك علاش سعيد جدا بحضورها معايا مدام ساميه يحيوي صيدلانيه. اهلا وسهلا ومرحبا بك. مرحبا، عايشك باذاعه الحياه فام. أنا صيدلانية، قريت في كلية الصيدلة، تخرجت من غادي، بعد صار أنه أستاذنا هو أستاذ شملي لا فيتوثيرابي كلينيك جو سي با مداوات بالاعشاب اما سريريه ستادير سولون لو تيران سولون الارضيه نتاع المريض اللي نحن نسميها اونتر غيمي لون دو بيوجيني. عطات لا بلانت معناه اون اوتر ثيرابيوتيك معناها ثيرابي ستادير سي بلو لو سيمبتوماتيك donc le côté thérapeutique endobiogénique اللي هي la plante تنجم تأثر على باش نتكلم بالسوري سامحوني على السيستم نيرو فيجيتاتيف سيستم اندوكرينيان اللي هذوما علامات اخرى نتاع ثيرابيه نتاع لا بلانت. تري بيان، دونك دكتوره اليوم لاحظت برشا يعني بلوزيور تيم اليوم حكيتوا عليهم كيما الزهايمر كيما التوحد كيما لا ديبرسيون زيد. دونك اكيد الاعشاب الطبيه عندها منافع كبيره برشا وعندها امكانيه كبيره هي برشا هي بالنسبه لنا كصيدلانية يدخل لك معناه اون ميغ اللي عندها ولده اوتيست متوحد فوالا تقول لك مثلا هو ينريف با مثلا مقلق الاوتيزم سي توت ان تيران تلقى عنده لو ديس ميكروبيزم تلقى عنده انه اجيتي ولا يبدا كالم برشا. نحن فما الاعشاب اللي تاثر على الحاله هذيك فما اعشاب اليوم يعني نجموا نستعملوها ميديكال ميديكال وتاثر على لو سيستم نيرفو. هذه موجوده اليوم في الفارماسي التونسيه موجوده يعني. موجوده انا نجموا نذكروا منهم باسيفلور موجوده موجودي. دونك انا بحكم اني فارماسيان le fait la plante n'est pas bien connue par يعرفوا كان لو كوتي سيمبتوماتيك المواطن. دونك بالنسبه لنا احنا زيادة لزانسومني يجيك يقول لك أنا جنريف با دورمير بار اكزامبل البيرناوت اللي هو إنسان اللي هو بالتعب يبدأ سبورتيف يتعدلك. عندنا لي بلانت أدابتوجين، عندنا لي بلانت باش وليت نحكي لي بلانت أدابتوجين، عندنا لي بلانت معناها اللي كيجي سوغ لو غاباس، عندنا لي بلانت كيجي على الدوبامين. بالأسهل تنجم تنصحو وتكون نصيحة خير من اللي يتعدى هو ما نعرفش انا اي واحد يبيع الاعشاب ويشريها هكاك. لو نختم معاك باهم النصائح اللي توجهها اليوم للانسان كسوا اللي عنده مريض نجموا نشوفوا يعني اغلب الاسر التونسيه اليوم عندها مسنين في كفالتها والمسنين فما برشا عدد كبير منهم يعاني من الزهايمر ونشوفوا حتى اليوم الشباب حتى الصغار يعانيوا من لي ديبرسيون. دونك اهم النصائح انا النصائح نوجهها انه الطب السريري معناها الفيتوثيرابي كلينيك الي اوسي بريفنتيف معناها ان كاد معناها تحس المريض نتاعك بدا بار اكزومبل يحب يقعد وحده ولا اجيتي وسورتو لي مالادي دا زمان يلزمك تتوجه للطبيب ولا صيدلي اللي يخدم اللي هو متشخص في الفيتوثيرابي كلينيك ومن غادي تو بو بريفينور معناها لو تيران تاعو يل بو اتر بريفينور معناها نجم ترتحو سان كو طون يقدم معناها هذه شنو نجم نقول معناها شكرا لي عايشك الحياه فهم الحياه فهم زهره الحياه